نيجي لتاني كونديشن معاها بروتينيوريا، تمام، اللي اسمها ايه؟ اورثوستاتيك بروتينيوريا، او ايه؟ او بوستشرال هاي بروتينيوريا. اورثوستاتيك يعني بروتينيوريا والطفل واقف، تمام. طيب دي ايه؟ دي الموست كومن كوز اوف بيرسيستنت بروتينيوريا في السكول ايج ده اند ايه؟ ادوليسنت. يبقى ايه اهم سبب واشهر سبب للبروتينوريا في السن ده اللي هم الاطفال المدارس والادوليسنت؟ مين؟ الاورثوستاتيك بروتينيوريا. بتحصل فين؟ 60% من الاطفال ويز بيرسيستنت ايه؟ بروتينيوريا. طيب يبقى 60% من الاطفال بيحصل لهم بيرسيستنت بروتينيوريا في السن ده، يبقى هي الموست كومن. Children with this condition usually بيبقوا ايه؟ asymptomatic، مش بيشتكوا من اي حاجه، تمام. طيب الحاجه اللي بعد كده، دقيقه واحده، تمام. طيب الحاجة اللي بعد كده يبقى ايه؟ يبقى الطفل ايه؟ بيبقى اسيمبتوماتيك هنا، خلاص. طيب ذا كونديشن از ديسكفرد باي روتين، برضو نفس الفكرة، بنكتشفها بالروتين اناليسيز. عملوا يورين اناليسيز وايه؟ ولقوا فيه بروتين، خلاص. بيشنت ويز اورثوستاتيك بروتينوريا مالهم اكتكريت نورمال او مينيمالي انكريز ذا اماونت اوف بروتين ايه؟ in the supine position، مهمة دياتي، in the supine ايه؟ supine position، خلاص؟ هم نايمين على ظهرهم، ايه؟ ده supine position، بيكسكريت normal أو minimally increase the amount of protein، ولكن في الـ upright position، اللي بيحصل بقى في الـ upright position؟ urinary protein excretion may be increased tenfold، 10 مرات قد ما هم وهم نايمين، up to ايه؟ 1 جرام في اليوم، 1000 مللي جرام في الـ 24 ساعة، تمام؟ يعني 1 جرام في اليوم. خلاص. طيب هيماتوريا والهايبرتنشن والهايبو البيومينيميا بتاعت النفرايتس والايه والاديما والرينال ديسفانكشن مالهم ابسنت فين؟ حته في الاورثوستاتيك بروتينوريا. يبقى يعني لما يجي لي طفل سكول ايج، تمام، سكول ايج تشيلدرن او ادوليسنت وجاي ببروتينوريا، عمل روتين يورين اناليسيس لاي سبب وكان فيه بروتينوريا، يبقى ايه؟ نشوف لو ما فيش هيماتوريا، ما فيش هايبرتنشن، مفيش هايبو البيومينيميا ولا اديما ولا رينال ديسفانكشن، ما بيبقوش اصلا مع الاورثوستاتيك. يبقى ده ايه؟ دي اورثوستاتيك ايه؟ بروتينوريا في الاطفال اللي هي اعمارهم ايه؟ سكول ايج وادوليسنت، خلاص كده. ونورمالي ان السوباين بوزيشن، في السوباين بوزيشن بيكسكريت مينيمالي اماونت او نورمال اماونت اوف بروتين ان يورين، ولكن في الابرايت بوزيشن ممكن يوصل ان هو ينزل كام؟ 1 جرام بروتين في اليوم، تمام. طيب ان ا تشايلد ويز بيرزيستنت، مهمه دي، بيرزيستنت اسيمبتوماتيك بروتينيوريا، يعني ما بيشكيش من الاعراض اللي فاتت اللي احنا قلنا عليها ديت، ولكن ايه؟ في بيرزيستنت بروتينيوريا، ايه اللي بيحصل؟ الانيشال ايفالويشن شود انكلود اسسمنت فور ايه؟ اورثوستاتيك بروتينيوريا. يبقى لازم استثني الايه؟ الاورثوستاتيك بروتينيوريا اللي هي اهم سبب، خلاص. طيب ده بيجين بايه؟ اعمل ايه؟ ببساطه خالص، اجمع اليورين الصبح، اول سامبل لازم تتاخد. يبقى ايه؟ اول طفل ما يصحى ناخد يورين سامبل ويحبذ لو كان ايه؟ نايم سوباين، تمام؟ مفيش مشكله، اهم حاجه تكون الفيرست ايه؟ مورنينج يورين سامبل، تمام؟ ونحللها ونعملها ثلاث مرات، ثلاثه كونسيكوتيف ايه؟ سامبل. لو مفيش بروتينوريا يبقى دي اورثوستاتيك بروتينوريا وخلاص كده. يبقى كولكشن اوف افيرست مورنينج يورين سامبل ويز سبسيكوينت تيستينج ايه؟ of any urinary abnormality by a complete urine analysis and determination of a spot urine protein a to creatinine ratio. اعمل بروتين كرياتينين ريشيو ونشوف the correct collection. لازم يتاخد ال first morning a urine sample، تمام. طيب is critical. the child must fully empty the bladder. لازم ينزل كل اللي في البلادر before going to bed. لازم قبل ما ينام في شويه اجراءات قبل ما نعمل تحليل اليورين. احنا هناخد اول عينه في الصبح، قبل ما ينام بالليل يفضي المثانه خالص، تمام. زين كولكت ذا فيرست فويدد ايه؟ يورين سامبل اند ايه؟ immediately upon arising from ايه؟ او in the morning، خلاص. طيب لو مفيش بروتينوريا، لو مفيش بروتينوريا يعني الديبستيك نيجاتيف او في تريس بروتين اند نورمال ريشيو، يعني اليورين بروتين كريات ريشيو نورمال. يعني ايه نورمال؟ يعني اقل من 2 من 10، اقل من 2 من 10 في الفيرست مورنينج يورين سامبل. ليه بقى؟ عملنا ثلاثه كونسيكتيف دايز كونفيرم الدياجنوزس، يعني ثلاث ايام ورا بعضيهم عملنا البروتين كريات ريشيو واليورين اناليسيز بالديبستيك ما كانش فيه نيجاتيف او كان فيه تريس فور بروتين، والريشيو بروتين كريات ريشيو كانت اقل من 2 من 10، يبقى ده ايه؟ ده يكونفيرم الدياجنوزس اوف اورثوستاتيك ايه؟
بروتينيوريا مهمه دي، خلاص كده. طيب نو فيرزر ايفالويشن از نيسيسري، مش هنعمل اي حاجه تاني. اند ذا بيشنت اند ذا فاميلي شود بي ايه ري اشورد ان دي بناين كونديشن، تمام. طيب هاويفر ذير ار اذر ابنورماليتي اوف ذا يورين اناليسيز، لو كان في هيماتوريا او اف ذا يورين اليورينري بروتين كريات ريشيو كان اكتر من 2، يبقى دي مش اورثوستاتيك بقى، ده ايه ندور على سبب تاني. The patient should be referred to pediatric nephrologist for complete evaluation. ندور بقى على سبب الايه؟ البرزيستنت بروتينوريا واللي معاها هيماتوريا دي مثلا يعني. The cause of orthostatic proteinuria لغايه دلوقتي not known، مش معروف. Although altered renal hemodynamic وفي partial left renal vein obstruction في ال upper right position او اللوردوتيك position، يعني اتهموا الحاجات دي ان هي ممكن تكون سبب، بس هي مش سبب. An increased في body mass index الاوبيزيتي يعني is recognized a strong correlate of orthostatic proteinuria، اي حد body mass index بتاعه عالي هيطرد بروتين ان يورين يعني، تمام. بس فدي ايه كانت كيس اوف ايه اورثوستاتيك ايه بروتينيوريا، عرفناها ازاي ونشخصها ازاي وان ايه ونعمل كونفرميشن ازاي ونطمن الاهل ازاي، تمام. ونجلج امتى؟ لما تعدي الريشيو تعدي ال 2 من 10 او يكون في اليورين اناليسيز هيماتوريا مثلا كاست اي حاجه، تمام. بس كده دي كانت الاورثوستاتيك بروتينيوريا.